الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت ما الحكم لو تعارض عندي الرمل بعيدا أو المشي قريبا من البيت، بمعنى أنني لو اقتربت من الكعبة لم أستطع أن أطبق سنة الرمل لشدة الزحام، ولكنني كسبت القرب من الكعبة، وإذا ابتعدت فاتني مصلحة القرب من البيت ولكنني سأدرك سنة الرمل، فأيهما أقدم، القرب من البيت مع ترك سنة الرمل أو سنة الرمل مع ترك القرب من البيت؟ فهمتم السؤال؟ الجواب: عندنا قاعدة جميلة تحل هذا الإشكال. هذه القاعدة تقول: إذا تعارض فضلان أحدهما متعلق بذات التعبد والآخر متعلق بمكان التعبد فيقدم الفضل الذاتي على الفضل المكاني. إذا تعارض فضلان أحدهما متعلق بذات التعبد والثاني متعلق بماذا؟ بمكانه، فيقدم الفضل الذاتي على الفضل المكاني. الآن القرب من البيت فضيلة ذاتية أو مكانية؟ مكانية، أحسنت. والرمل في الطواف فضيلة ذاتية أو مكانية؟ فإذا نقدم ماذا بناء على هذه القاعدة؟ نقدم الرمل، فضل الرمل. لماذا؟ لأن فضيلة الرمل تتعلق بذات الطواف وهي صفة فيه، وأما فضيلة القرب من الكعبة فهي فضيلة مكانية، فحيثما تعارضا فإننا نقدم الفضيلة الذاتية على الفضيلة المكانية، فنقول ابتعد عن البيت وحصل الرمل خير لك من القرب من الكعبة مع فوات سنية الرمل.